ولا كشفت عورتك ولا فضحتك بين بريتي، ولم أنزع نور الإيمان بي من قلبك، وأهملتك سنة كاملة، دخل عليك عام بعد العام وأنت مصر على ما كنت نهيتك عنه. عبدي، عملتك هكذا وأنت تعاملني هكذا. عبدي، كم استخفيت من عيون خلق الذين لا يملكون لك ولا لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، وتغافلت هيبة نظرتي وجلال رؤيتي، وأنا المطلع عليك في خلوتك وجلوتك، وسريرتك بارزة لي. عبدي، كنت عندك أقل من فرد من أفراد خلقي، وأمثال هذا في العرض يحصل، وكم من عبد ساعة العرض يوقن أنه قد هلك، فتأتيه رحمة من ملك، فيقول الملك الحق سترتها عليك في الدنيا وأنا اليوم أغفرها لك. قم فادخل الجنة برحمتي، يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية، اسمعها من صاحب الرسالة، ما منكم من أحد إلا وسيكلمه ربه، ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشام منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر تلقاء وجهه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه، فاتقوا النار ولو بشق تمرة. عرضنا عليه محقق أيها الإخوان، الصغار منا والكبار، أهل الأنوار ومن فيه ظلمة، عرضنا محقق على الجبار جل جلاله وعلى الرحمن الرحيم. يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية، فهل لكم أن تتزودوا من استرحامه واستعطافه في مجلسنا هذا قبل يوم العرض، حتى لا يعرض أحد منا وهو شقي، حتى لا يعرض أحد منا وهو مبعود عن رحمة الولي، حتى لا يسود وجه واحد منا، حتى لا يقال الذي كان معكم في المجلس الفلاني حكم عليه بدخول النار، فمن له إن قال ذلك القهار، من له إن قال ذلك الجبار. يا رب نسترحمك الآن، يا رب حجب القلوب عن شهود هيبتك، أوقعنا وأوقعهم في التمادي الطويل، تمادينا بالغفلة عنك، وتمادينا في الإعراض، وتمادينا في عدم القيام بحق الأدب في الصلوات التي نصليها، وتمادينا في التسهل بما صدر منا. يا رب نعتذر إليك مقرين بما كان منا، يا رب لا تعرض أحد منا للخيبة يوم العرض الأكبر. يا الله نسألك السعادة في ذاك الموقف، يا الله نسألك السعادة في ذاك الموقف، يا من ستعرض بيقين، توجه بيقين، استغفر بيقين، وتب بيقين، وأقبل بكل يدك. ما دعيت لهذا المجمع إلا عسى أن تتصفى قبل ظهور الفضيحة، وعسى أن ترحم حتى لا تقطع في يوم تلك الشنائع التي تبرز. احشر الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله، فاهدوهم إلى سواء الجحيم. قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة، ألا ذلك هو الخسران المبين. يا الله نجنا من الخسر يا الله.